من يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا بأفضل كتاب أنزل، وشرفنا بخير نبي أرسل، وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع، دين الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا محمد عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، تركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين، وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، الإيمان والإسلام مرتبطان ارتباطا وثيقا بحياة الناس وبتحقيق مصالح الناس. ولعل من أهم مصالح البشرية ومن أهم مصالح الإنسان فردا كان أو جماعة ما يتعلق بتحقيق الأمن والأمان. الله عز وجل يقول في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعمة الأمن نعمة كبيرة وعظيمة، ولا يدرك خطورتها وقيمتها إلا من افتقدها. عندما يكون الإنسان في حالة من الأمن والأمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمناً في سربه، معافاً في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الحياة كلها تجمل وتحسن عندما يتحقق فيها الأمن والأمان، عندما يشعر فيها الإنسان بالطمأنينة، عندما يشعر الإنسان بالأمان على نفسه، وبالأمان على أسرته، وبالأمان على ممتلكاته، وبالأمان على مستقبله، فإن تلك هي الحياة التي يريدها الدين، وتلك هي الحياة التي جاءت الشريعة من أجل إقامتها. أما عندما تنتشر الجريمة، عندما ينتشر الخوف، عندما ينتشر الرعب، عندما لا يأمن الإنسان على نفسه، ولا يأمن على أولاده، ولا يأمن على أسرته، ولا على تجارته، فعلى الدنيا السلام. ما قيمة الحياة في ظل الخوف؟ ما قيمة الحياة في ظل الرعب؟ لقد امتن الله عز وجل على الناس، على قريش خاصة وعلى البشرية عامة، عندما امتن عليهم بنعمة الأمن والأمان، فقال الله عز وجل لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آمنهم من خوف. عندما كانت البيئة المحيطة بالإسلام والمسلمين يسودها الخوف ويسودها الرعب ويسودها الانفلات الأمني، امتن الله عز وجل على أهل مكة فقال سبحانه: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، ويتخطف الناس
انتبهوا، هذه الآية نزلت لتعالج قضية الأمن وقضية الجريمة قبل 14 قرنا. أولم يروا ما الذي وقع للناس حتى لم يروا الفوارق؟ ما الذي وقع للناس حتى لم يعقدوا المقارنات الصحيحة؟ عندما تسود الشريعة، عندما يسود القرآن، عندما يتربى الناس على الإسلام يسود الأمن والأمان. أما عندما تغيب الشريعة ويغيب التدين ويغيب دور المسجد فإن الخوف سينتشر، والخوف أو الجريمة لم تنتشر عندنا نحن. اليوم صرنا نتحدث عن تشرميل وهذه المصطلحات التي صارت معروفة لدى الشباب حتى لدى الكبار الآن. ما كنا لنتحدث عن هذا لو أننا اقتنعنا بشريعة ربنا، لو أننا وجهنا شبابنا التوجيه الصحيح، ولو أننا علمناهم التدين الملتزم الوسط المعتدل من أجل أن ينشأ شبابنا في حالة من الأمن والأمان. الله عز وجل إذن يمتن على الناس فيقول أولم يروا. قارنوا بين في الكرة الأرضية كلها حتى الأمم التي تعتبر متقدمة جدا الخوف منتشر فيها بشكل فظيع. لندن يقولون إنها تضم في كل زاوية من زواياها كاميرا مراقبة، في كل الزوايا، في كل الفنادق، في كل المؤسسات، في كل الدروب والشوارع هنالك كاميرات مسلطة على الناس. ومع ذلك كل مرة نسمع عن جريمة خطيرة من الجرائم في فنادقها وفي مطاعمها وفي أسواقها وفي كل ما فيها، في أمريكا، في اليابان، في كل البلاد الجريمة لا تعرف حدودا، الانفلات الأمن لا يعرف جغرافيا معينة. لكن الإسلام له طريقته في المعالجة. الإسلام يدفع في اتجاه أن نفهم أنه لا استقرار إلا في ظل الأمن، هذه مسألة أساس، وأن الأمن نعمة كبرى من الله، نعمة. الله عز وجل ضرب مثلا في سورة النحل قال ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. الأمن يعطي الطمأنينة، عندما ينتشر الأمن في المجتمع، عندما تشعر أنك محمي فإن الطمأنينة تسود قلبك. لكن عندما ينعدم الأمن، عندما تنتشر الجريمة فإن الإنسان يمشي في طريقه وهو ينظر يمينا وشمالا ويتشكك في كل شيء. صار الإنسان أحيانا يتخوف من الذهاب إلى المسجد في صلاة الصبح، وهنالك مجرمون يعترضون الناس في صلاة الصبح حتى قبل الفجر. غريب أمر الإجرام، غريب أمر هؤلاء المجرمين. لو استغلوا طاقاتهم، لو استغلوا الاستيقاظ الباكر في الكدح الحلال، في البحث عن الرزق، لكن للأسف يستغلونه في قطع الطريق على الآمنين، وفي أخذ ما لدى الناس، وفي إشاعة الرعب في المجتمع، وهذا أمر خطير للغاية. هذه القرية التي كانت آمنة مطمئنة قال الله عز وجل فكفرت بأنعم الله. خطير أمر الكفر بأنعم الله. والقرآن لم يعبر هنا بالنعمة، وإنما عبر بالأنعم، لأنها أنعم كثيرة لا يتأمل الناس فيها للأسف. قال فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كل هذا لا تتصوروا أنه جاء من فراغ، لا تتصوروا أن الجريمة جاءت هكذا، وإنما كل ذلك بما صنع الناس. بما، لاحظوا التعليل القرآني، فأذاقها الله لباس الجوع. كلمة لباس خطيرة هنا، كلمة لباس، لم يقل فأذاقها الله الجوع والخوف، وإنما قال لباس. تخيلوا إنسانا يلبس الخوف، تخيلوا إنسانا يلبس الجوع، لا يمكن أن ينساه، لا يمكن أن ينفك منه، فهو لباس يرتديه، وهذا شيء خطير جدا. هذا أقصى ما يمكن أن تصله الجريمة عندما تنتشر في مجتمع من المجتمعات، أن يلبس الناس الخوف رداء لهم فينامون على الخوف. الناس اليوم يتفننون
في وضع الأقفال على البيوت وعلى المتاجر، يتفننون في وضع الأقفال الإلكترونية في السيارات من أجل أن تقفل بمجرد الإقلاع، يتفننون. كم يمكنك أن تتفنن؟ كم يمكنك أن تفعل لمحاربة الجريمة ولتفاديها؟ لذلك دعونا من هذا. الواقع معروف يعرفه الجميع. ما هي المعالجة الإسلامية للقضية؟ المعالجة الإسلامية تدفع في اتجاه البحث عن الأسباب. إذا لم نعالج أسباب الجريمة فلا يمكن القضاء عليها أبداً مهما فعلت. والأسباب بالنسبة للمنظور الشرعي يمكن أن أحددها في أربعة أسباب تقريباً أو خمسة. السبب الأول هو ضعف الوازع الديني، ضعف الوازع الإيماني. عندما يضعف وازع الإيمان في الشخص فإنه يمكنه أن يفعل أي شيء، ينتظر فقط أن يفلت من القانون، وهذا ما هو موجود عندنا. لاحظوا في الطرق، عندما يشاهد الإنسان شرطي المرور في مفترق الطرق فإنه يقف ويتأكد جيداً إن كانت الإشارة الخضراء قد اشتعلت من أجل أن يمر وهو منتبه، لكن عندما يعرف أن مكاناً أو أن مفترق طرق غير محروس فإنه يمر مباشرة، لا يعبأ بإشارة ولا يعبأ بعلامة، وهذه جريمة أيضاً، هذه أيضاً جريمة. لذلك القضية مرتبطة بالوازع الديني الإيماني. لو أن المسلم حكم إيمانه وحكم ضميره الإيماني والتزم بما أمره الله عز وجل به من حماية الناس ومن الحراسة الشديدة من عدم الوقوع في إذاية الناس بتطبيق القوانين، لأن الجريمة ما هي؟ الجريمة قد يعرفها علماء القانون بتعريفات، لكني وقفت عند بعض الفقهاء عرفها بأنها فعل ما يجرمه القانون أو ترك ما يلزم به. هذه الجريمة في المنظور الفقهي، فعل ما يجرمه القانون، أي فعل الممنوع أو عدم فعل الواجب، هذا أيضا يعتبر جريمة عند الفقهاء رحمة الله عليهم. لذلك فنحتاج الآن إلى أن نبحث إذن عن هذه الأسباب، نحتاج إلى تقوية الوازع الإيماني في الناس، نحتاج إلى بث الروح الإيمانية في الناس. كيف نحارب الجريمة أيها الإخوة؟ ومواقعنا الإلكترونية مليئة بالمقالات التي تسفه معتقد الناس، التي تطعن في دين الناس، التي تسب قرآن الناس وسنة الناس وحديث الناس. إذا أزلنا القداسة عن الدين كيف سيعيش المجتمع أمنا؟ من أين سيخاف المجرم؟ إذا لم يكن يستحضر الخوف من الله، إذا لم يكن يستحضر الخوف من الله عز وجل فإنه قد لا يخاف من أحد. بعض المجرمين يرتكبون جرائمهم بكل وحشية ويفعل ما بداله، ما اشتهته نفسه، ثم بعد ذلك يتحدى الجميع، ووصلنا إلى هذه الصور التي نشاهدها اليوم على المواقع. يخرج شاب آخذا سيفا وكاشفا وجهه، حتى المجرمون كانوا يخفون وجوههم لا يظهرون أمام الناس. صارت الجرأة الآن أن الإنسان يأخذ سيفا وقنينة خمر ويركب دراجته النارية ويصور نفسه من أجل أن يعلنها أمام الملأ. أي جرأة هذه؟ أي جرأة هذه وصل إليها الناس؟ لذلك نحتاج إلى الوازع الديني، نحتاج إلى الوازع الإيماني. المؤمن لا يمكنه أن يفعل ذلك أبداً. الشاب الذي تربى على القرآن، الذي تربى على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله حديث في الموضوع، يلعن أو ينهى النبي صلى الله عليه وسلم ويشدد عن أخذ الحديدة في وجه أخيك المسلم ولو مزاحاً، ولو بالمزاح، ينهاك عن أن تهدد أخاك المسلم، ينهاك عن أن تروع من روع أخاه المؤمن. بل إن رسولنا صلى الله عليه وسلم امتدت رحمته إلى الطيور والحيوانات، فوجد بعضهم قد أخذ صغيراً فرخاً لإحدى الطيور
فقال صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه بولدها؟ من فجع هذه؟ النبي عليه السلام الرحمة المهداة كان يفكر في طمأنينة الطيور والحيوانات، ناهيك عن التفكير في أمن البشر وفي أمن الناس وفي عدم ترويعهم. لو أن هؤلاء الشباب نشأوا في المساجد، تعلموا شيئا من الدين، تعلموا التربية الإسلامية. التربية الإسلامية عندنا اليوم في المدارس مقرر التربية الإسلامية، لكنها للأسف أفرغت من محتواها، أفرغت من مضمونها. يأتي الشباب فيدرسون بعض القضايا، وحصة التربية الإسلامية عادة ما تكون في المساء، ورأينا هذا عندما كنا ندرس تكون بعد الرياضة، والشباب في حالة من التعرق وفي حالة من النرفزة وفي نهاية الأسبوع في عشية السبت. ثم أحياناً للأسف أنا أقول هذا عن تجربة، أحياناً يأتيك الأستاذ غير مؤهل أصلاً لأن يدرس التربية الإسلامية. أستاذ التربية الإسلامية ينبغي أن ينتقى، ينبغي أن يختار، ينبغي أن يكون مؤهلاً. أما أن يأتيك أستاذ التربية الإسلامية مخموراً، أنا أتحدث عن شيء شاهدته وعشته في الإعدادي، يأتيك مخموراً ويدخن داخل القسم وهو يدرس. قال تعالى وقال صلى الله عليه وسلم، عن أي تربية إسلامية تتحدث؟ نحتاج إذن إذا أردنا القضاء على الجريمة أن نربي الشباب تربية إسلامية صحيحة، بمحاربة أو بتجنب المحرمات، بالتزام الطاعات، بالتزام الصلوات داخل المساجد. الشاب الذي يغشى المسجد 5 مرات في اليوم ويسمع ما قال الله كل مساء في صلاة المغرب وفي صلاة العشاء وفي صلاة الصبح، يسمع توجيهات الله، يسمع التحذير من الجريمة، يسمع عقوبة المجرمين في الدنيا والآخرة، لا يمكن أبداً أن يجرم، لا يمكن أبداً أن يقطع الطريق على الناس أبداً أبداً أبداً. السبب الثاني من هذه الأسباب إذا أردنا حقاً أن نقضي على الجريمة، السبب الثاني هو شيوع المحرمات في المجتمع. عندما تنتشر الخمور، عندما تنتشر المخدرات بكل أنواعها، بل عندما يأتيك من يدافع عن زراعة الحشيش مهما كانت الأسباب، بدعوى أنه يصلح في الطب أو يصلح في العلاج أو هذه الترهات التي نسمعها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل دواءكم فيما حرم عليكم، حتى لو كان فيها دواء فإن خطورتها تدفع في اتجاه تحريمها. الله عز وجل صرح لنا بأن الخمر فيها مصلحة، فقال: يسألونك عن الخمر والميسر، قال: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. عندما تنتشر الخمرة في المجتمع والمخدرات، صرنا يوميا نسمع هذه الأخبار. أول أمس فقط شاب يقتل أمة، ماذا كان سيفعل لو اعترض سبيله أحد المارة في الطريق؟ الذي يقتل أمه يقتل المجتمع كله من باب أولى، لأن الأمة أقرب الناس إليه، لكنه فقد العقل بالمخدر فإذا به يرتكب الفظاعة فيقتل أمة، وهذا يقتل زوجته، وهذا يقتل أخاه، وهذا يقتل جاره. صار القتل عندنا غريبا جدا، صرنا يوميا نسمع عن مثل هذه الجرائم. لكن مع ذلك عندما تصل إلى مرحلة الخمر يقال: لا، إن الخمر هذه شيء كذا ولا علاقة. كيف لا علاقة لها بالجريمة؟ كيف؟ أعطونا الإحصاءات، أين هي الأرقام؟ الجرائم التي كانت سبباً فيها الخمرة والمخدرات، أين هي الأرقام؟ نعم هنالك إحصاءات تتحدث عن نسبة عالية جداً مما تتحمله الخمرة والمخدرات في الجرائم. هل رأيتم إنساناً سوياً عابداً لله، مصلياً، صائماً، قانتاً، هل رأيتموه يقتل أمه أو يزني بأقاربه أو شيء من هذا القبيل؟ لا، إن المتدينين والحمد لله نراهم كل عام يأخذون أمهاتهم وآباءهم في رحلة لأداء مناسك العمرة أو في رحلة لأداء مناسك الحج، ويخرج كل صباح بعد أن يقبل يد أبيه وأمه، ولا يدخل ولا ينام كل مساء
إلا بعد أن يطمئن على والديه. وهذا هو الدين، هذه فائدة التدين، لأن البعض يريد أن يزيل التدين من المجتمع. ويقرأ شبابنا هذه الكتابات التي تسفه الدين وتسفه التدين وتسفه المتدينين. عندما يخلو لك المجتمع من المتدينين، مما تريد أن تشكل هذا المجتمع؟ تشكل مجتمعا من اللصوص، مجتمع من قطاع الطرق، مجتمع من من هؤلاء؟ للأسف. لذلك الإسلام عندما كان يريد حقا أن يحارب الجريمة فإنه طبق قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، احذروا أن تفرقوا بين الخمر والميسر. لم يفرق الله عز وجل بينهما في القرآن أبدا، الخمر والميسر، لأننا ننسى جرائم أصحاب الميسر. صاحب الميسر أي صاحب القمار عندما يكمل ماله وينتهي من رصيده وقد يبيع بيته ويطلق زوجته ويهمل أسرته، فإنه قد يصل إلى قطع الطريق من أجل أن يمارس القمار. نعم، يصل إلى ارتكاب الجرائم والقتل وأي شيء من أجل أن يمارس القمار. لكن ماذا تفعل؟ ماذا تفعل إذا كانت الجرائد والإعلام يشهر للقمار بشتى أنواعه وبشتى السبل ويعلم الناس الربح السريع؟ نحن والله وقعنا في مشكل، نريد أن نعالج قضايا لكننا ندفع في اتجاهها. أحد الشعراء العرب قديما عبر عن المصيبة، قال: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. إنسان وضع له القيود في يديه وفي رجليه وأخذه وألقى به في البحر وقال له: حذار أن يمسك الماء. كيف؟ كيف؟ دع له فرصة أن يطير على الأقل، وإن كان الطيران مستحيلا عادة، دع له فرصة على الأقل. لكن عندما تتاح للشباب كل هذه الأشياء، المحرمات كلها مباحة، الزنا موجود والخمرة موجودة والقمار موجود والفقر أيضا سبب من الأسباب والعطالة أيضا، لكن أنا لا أريد أن أركز على الفقر، ليس لأنه ليس خطيرا، لا هو خطير جدا، ولكنه ليس مبررا للجريمة أبدا، ليس مبررا للجريمة أبدا. الإنسان يجتهد ويبحث ويكدح، لكن الفقر لم يكن أبدا مبررا لارتكاب الجرائم. لذلك يجب أن يحارب الفقر، ولكن يجب أن تحارب الخمرة والميسر قبل ذلك. نحن عندنا مشكل حتى في الإعلام، الإعلام أيضا سبب من أسباب ارتكاب الجريمة. عندما تنتشر البرامج والأفلام والمسلسلات في المكسيك، عندهم مشكلة. تعرفون أن البرازيل وأمريكا الجنوبية عموما من أكثر بلاد العالم رعبا وخوفا، الجرائم عندهم جرائم القتل بشكل يومي بالمئات في أمريكا الجنوبية خصوصا، ولعلها أكبر نسبة في العالم كله. لكن عندما نأتي بهذه المسلسلات تصور للإنسان أنه يختلف مع زوجته فيخرج المسدس، يختلف مع صديقه فربما يدهسه بسيارة، بمعنى أننا ننشر الجريمة دون أن نشعر، ننشر الجريمة حتى في لعب الأطفال. الأطفال يدخلون إلى البلاي ستيشن، هذه الألعاب، فتجدهم يلعبون ألعابا عبارة عن قتل، يتدربون على القتل وهم أطفال. انتبهوا أيها الناس، محاربة الجريمة ينبغي أن تدرس فيها كل هذه القضايا جملة جملة، أي كلها. ألعاب الأطفال، ينشأ الطفل على نوع من القيادة للسيارة، فإذا به بعدما يأخذ رخصة القيادة يجربها في الشارع. لاحظوا هذا، ألعاب بسيارات، ألعاب إلكترونية، فتجده يعلم أن يقود قيادة جنونية، لا بأس أن يضرب يمينا أو شمالا أو أن يدهس سيارة أخرى، لكن عندما يأخذ رخصة القيادة، والله شاهدت بعض الشباب يمارس القيادة التي تشاهد في الألعاب الطفولية يمارسها في الشارع، فتجده يميل يمينا وشمالا ولا بأس عنده أن يضرب هذا أو ذاك ثم يفلت، لأن الهدف في اللعبة هو كيف تنجح للوصول إلى النتيجة أو إلى الهدف دون أن يأخذك الشرطي أو رجل المرور. هذه ألعاب موجودة للأسف، ألعاب تمارس، أفلام رعب، أفلام عنف يشاهدها الشباب، تشاهدها النساء، يشاهدها الجميع،
ثم بعد ذلك نقول كيف جاءت الجريمة؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. هذه إذن أسباب للجريمة الإسلام يدفع في اتجاهها. أول حل من حلول العلاج بالنسبة للمنظور الشرعي، وأختصر لكم الكلام اختصارا، هو المجال التربوي، هو أن نربي الشباب، أن نوجههم، أن نحضنهم، أن ندخلهم المساجد، أن نقرب المساجد لهم. هل تعرفون أن أحياء كثيرة في مدينتنا هذه، والحمد لله ليس عندنا هذا المشكل بحدة، هذا المشكل ليس موجودا بحدة، لكن في بعض المدن في غرب بلادنا تجد حيا بأكمله لكيلومترات عديدة ليس فيه مسجد، لا يسمع الناس فيه كلمة الله أكبر. أحياء كبيرة في الدار البيضاء، في الرباط، في مدن كثيرة بنيت أحياء لكن لم ينتبه فيها إلى بناية المسجد. كان البعض يظن أن المسجد إنما هو مكان للعبادة، ويمكن للإنسان أن يؤدي صلاته في بيته أو في متجره لا بأس. لا، المسجد له دور كبير جدا تربوي وتوجيهي، لأنه يعلم الناس خطورة الجريمة، يعلم الناس كيف يتجنبون الجريمة، يعلم الشباب الالتزام بعبادة الله والاستماع للقرآن. والشباب عندما ينشأون في طاعة الله كما قال صلى الله عليه وسلم: شاب نشأ في عبادة الله، لا يمكن أن يرتكب هذه الجرائم أبدا، ولا يمكن أن يقبل بها، لأن المسجد وظيفته أن ينشئ لنا الإنسان الصالح، المواطن الصالح، المواطن النافع، المواطن الذي يدفع في اتجاه تقدم مجتمعه ورقيه، لا الذي يدفع في اتجاه تخريب مجتمعه وفي اتجاه نشر الرذيلة والفسوق والفجور في المجتمع. هنالك سبب آخر لا أغفله، وهو التفكك الأسري. الأسرة عندنا وصلت إلى مرحلة خطيرة جدا، بقدر ما هلل الناس قبل 10 سنوات للمدونة وأننا حققنا الحقوق وفعلنا وفعلنا، لكن للأسف ما زالت عندنا مشاكل في الشأن الاجتماعي. بل لست أدري إن كنا قد زدنا الطين بلة والمرض علة كما يقال، فصار الطلاق عندنا بنسب فظيعة. وعندما يقع الطلاق في الأسرة معنى ذلك أن هؤلاء الأولاد معرضون للتشرد، معرضون للضياع نتيجة الخلاف بين الأب والأم، لأن الطفل الذي ينشأ بين والدين مترابطين متحابين لابد أنه سينشأ إنسانا سويا بتوجيه والديه ثم بعد رعاية ربه عز وجل. أما الطفل الذي ينشأ في الصراعات وفي الخصومة داخل الأسرة وفي القتال المعنوي بين الأب والأم ثم بعد ذلك بين المحاكم وبين مقرات الشرط، فهذا الشاب أو هذا الطفل لا شك سينشأ على غير ذلك. لذلك إذا اتضحت الأسباب أيها الإخوة يتضح العلاج. العلاج بالمنظور الشرعي ليس بالعقوبة أولا، لأن البعض يقول مباشرة ينبغي أن نعاقب، لا، العقوبة تأتي في المرحلة الأخيرة. لابد من التوجيه أولا، لابد من التربية، لابد من تقوية الوازع الديني، لابد من منع الخمور والمخدرات وكل المحرمات، لابد من الأخذ على أيدي العابثين بالدين وبمقدسات الأمة وبشريعة الأمة حتى تبقى للشريعة قداستها وحتى يبقى للدين مكانته في نفوس الناس. ثم بعد ذلك عندما يجرم المجرمون، عندما يطغى الطاغون، عندما يصير بعض الشباب يصير عنده السجن ربما كبيته أو أفضل، فآنئذ نتحدث عن الجريمة. يتحدث علماء القانون اليوم عن ضرورة إعادة النظر في القانون الجنائي، أي في العقوبات. هذا الآن حديث منتشر على المواقع وفي الكتابات وفي العالم كله ليس عندنا فقط، وهذا أمر جيد، لكن ألا يعود بنا هذا إلى الإسلام؟ ألا يعود بنا هذا إلى القرآن؟ لماذا عندما قال القرآن الكريم: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، لماذا جاء من يقول إن هذه عقوبة وحشية لا تليق ولا تتناسب مع قرن الواحد الحادي مع القرن 21؟ لماذا عندما قال الله عز وجل:
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. جاء من يقول إن القتل ليس حلاً مهما كانت الجريمة. طيب أنت الآن تقول للمجرم افعل ما تشاء حتى لو قتلت 100 فأنت آمن، سندخلك السجن في أقصى الأحوال إذا قبضنا عليك، ثم سنكرمك، ثم ستأتي جمعيات حقوق الإنسان. طبعاً الإسلام لا يقبل التعذيب أبداً، ولكن أن يكون السجن أفضل من بيوت الناس، فالمجرمون يستمرئون السجن ويفضلونه على الخروج، وإذا ما أخرجوا منه فإنهم يصرون على ارتكاب الجريمة من أجل العودة. المفروض أن تكون السجون إصلاحيات، أن تكون فيها توجيهات دينية، توجيهات تربوية من أجل إصلاح هؤلاء الشباب. لكن عندما يدخل الشاب إلى السجن ويخرج محترفاً في الجريمة بعد أن كان هاوية، يخرج وقد تفنن في علم الجريمة مع أصحابه هناك بعد أن كان مبتدئاً فيها، فهنا نحتاج فعلاً إلى إعادة النظر في هذه الأشياء. لذلك أيها الإخوة، القضايا واضحة، الأسباب واضحة، والطبيب إنما يصعب عليه دواء المريض قبل أن يدرك الأمراض وقبل أن يعرف الأسباب. أما عندما يعرف أسباب المرض، عندما يعرف العضو المصاب، فإنه آنئذ يسهل عليه أن يطبق القانون إذا شاء. ولذلك الله عز وجل كان رحيماً بنا عندما اختار هذه القوانين، حتى لو كانت قوية وقاسية أحياناً، لكن مع ذلك يقول لك القرآن إن القسوة أحياناً ضرورة. ولذلك في عقوبة الزنات قال الله عز وجل ولا تأخذكم بهما رأفة، احذروا لا تأخذكم بهما رأفة، لأنه إذا أخذتك الرأفة بالمجرم فمعنى ذلك أنك عرضت الآمن للخطر، عرضت المواطن الصالح للخطر. القرآن تحدث عن عقوبة أختم لكم بها، هي قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا. دائما باب التوبة مفتوح، بمعنى أن الإسلام تحدث عن ما يسميه الفقهاء الحرابة. الحرابة يعني هذه ليست جريمة عادية، ليست سرقة عادية، إنما هي قطع للسبيل كما يقع، مجموعات مافيا كما في أوروبا، في بعض المناطق في أوروبا هنالك مجموعات تجتمع بأسلحة تقطع الطريق، تقتل الناس، تفعل أي شيء، هذه تسمى في الفقه الحرابة. لكن ماذا تصنع إذا جاءك من يقول إن كل هذه العقوبات ما عادت صالحة، وإن الذي ينبغي هو كذا وكذا وكذا، فنحاول أن نصلح، ولكن للأسف يتسع الخرق على الراقع كما قال الشاعر، كلما ازددنا يوما بعد يوم بدل أن نقضي على الجريمة إلا وللأسف تزداد انتشارا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الأمن والإيمان والأمان. أقول قولي هذا أيها الإخوة وأستغفر الله لي ولكم، فادعوه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله رحمته المهداة ونعمته المسداة وسراجه المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، في إطار الحديث عن التربية والتوجيه لا بد إذن من الاهتمام ببناء بيوت الله، لا بد من الاهتمام بعمارة مساجد الله. الله عز وجل قال في بيوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. عندما ترفع بيوت الله، عندما يجد الشباب مسجداً في كل حي، كلما خرج وجد المسجد أمامه، كلما كان في بيته سمع صوت الأذان. دعك من أهل النفاق، ممن يزعجهم الأذان، الأذان يفرح الإنسان المسلم، يشعره بأن الله أكبر، يشعره بالشهادتين، يشعره بأهمية الصلاة، يشعره بأن الصلاة فلاح، يشعره بكل الأشياء الجميلة في الكون. فلذلك المؤمن يفرح كلما نبت مسجد من المساجد، وأي حي لم يبن فيه مسجد
فإن الأمة كلها تتحمل مسؤولية ذلك، لأنه ثبت الآن أن المعالجات كلها فيها مشاكل. المعالجة الإعلامية تتعمد أحياناً إقصاء المسجد وإقصاء المعالجة الدينية والمعالجة الشرعية، فتتحدث وتتحدث وتتحدث ولا تزيد الأمور إلا استفحالا. المعالجات الأخرى كلها غير كافية، لكن المعالجة التربوية مع المعالجة الأمنية عندما يجتمعان لابد من حقوق الإنسان، ولكن لابد من حقوق المجتمع. الإسلام يعلمنا كيف نجمع بين حق الفرد وحريته في أن يعيش، ولكن بشرط ألا يضر حقوق المجتمع في الحياة الآمنة. لذلك تبقى المساجد إذن هي الحصن المهم من أجل إشاعة التربية الإسلامية، من أجل إشاعة روح هذا الإسلام الذي يدفع في اتجاه الصلاح وفي اتجاه البناء وفي اتجاه كل خير، ويقف ضد كل ضر وضد كل فساد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة ولعلها ساعة إجابة، أن يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً رخاءً سخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا في أمننا وأماننا، اللهم احفظنا في استقرارنا، اللهم احفظنا في طمأنينتنا. نسألك اللهم أن تحفظنا من كل سوء، اللهم احفظ هذا البلد من كل سوء، واحفظ بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. بعض الإخوة والأخوات يرجون منكم الدعاء لهم بقضاء الحاجات وشفاء الأمراض. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم ارحم موتنا وموت المسلمين. وبالمناسبة أيها الإخوة، إخوان لكم يزورونكم في هذا المسجد مرة أخرى من أجل المساعدة في إكمال مسجدهم، وهم الآن في النهاية تقريبا، مسجد يسمى مسجد البشرى. وبشرى في الحقيقة لكل حي أن يكون فيه مسجد، بشرى. هذا يقع في لازاري. هذا المسجد الآن في نهايته وهم يبنونه منذ 5 سنوات تقريبا. اطلعت على رخصة البناء من الشهر السادس في 2009، وما زالوا إلى الآن من خلال التطوعات وتبرعات المحسنين وصدقاتهم، ما زالوا إلى الآن وهم يطمحون إلى أن يصلوا فيه رمضان المقبل. أسأل الله تعالى أن يوفقهم لذلك. زارونا في هذا المسجد من أجل أن تساعدوهم، إما في عين المكان هناك، وإما أن تساعدوهم على الأبواب سيقفون بعد الخروج من الصلاة. فأسأل الله تعالى أن يخلف لكل من أنفق، أسأل الله تعالى لكل من أسهم في بناء بيت وفي بناء مسجد من بيوت الله، أن يخلف الله له ما أنفق، وأن يبارك له في رزقه وصحته وعافيته، وأن يبارك لجميع المسلمين. وفق اللهم أمير المؤمنين محمدا السادس لما تحبه وترضاه، آله الحق حقا وارزقه اتباعه، وآله الباطل باطنا وارزقه اجتنابه. هيئ له اللهم بطانة صالحة تقود بناصيته وتعينه لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه خير الدنيا والآخرة. آمين آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، خصوصا الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.